السيد الرئيس احمد خالد وكاله الانباء المصريه. الرساله التي ودونا ابلاغها العالم مع استكمال المحطه الاخيره في بناء مؤسسات الجزائر الجديده. هو اولا هذه اخر محطه بالنسبه للبناء. دوله عصريه، دوله مبنيه بسواعد ابنائها، هم اللي اختاروا المسؤولين، هم اللي اختاروا المسيرين. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أننا سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنافي الديمقراطية والحرية للمواطن. هذه هي الرسالة، ما فيش رسالة أخرى.